يرخي أرحمه من فراقك. يغلب الطابع الطربي على أجواء حفلات دبي هذا العام بمشاركة المزيد من النجوم في إحياء ليالي مهرجان التسوق على أنغام الطرب الشجي، ومنهم عباد الجوهر وأصالة. كما يشارك الفنان العراقي وليد الشامي للمرة الأولى في حفلات المهرجان الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري. اليوم عباد الجوهر وأصالة علمنا من مصادرنا أنه حيكون في بينهم دويتو، فهل من الممكن أن احنا نسمع في ألبومك القادم اللي هو حيكون نهاية العام تريو مش دويتو أكثر، لأن أنت كونك ملحن تقدر تلحن أشكال مختلفة؟ لا ليش لا، نطرح أفكارنا على الشعراء وإن شاء الله نختار شيء يكون مميز تريو، ليش لا. الجمهور بدأ يعود إلى أصل الأغنية الأصيلة والكلمة الجميلة واللحن الطربي اللي كان مفقود في سنوات مضت. هو مش كان مفقود، هو كان موجود لكن كان مغيب، يعني كان الكثرة من الأعمال الغير طربية كانت كثيرة جدا، إنما الجمهور هو الجمهور، يعني الجمهور دائما ذواق، دائما يحب الأعمال الغنائية الطربية. الفنان عباد الجوهر والفنانة أصالة ضربا موعدا للجمهور لتقديم أغاني مشتركة في الحفلات بعد غياب أصالة عن خشبة المسرح بسبب انشغالها ببرنامجها التلفزيوني. بس أنا ما انقطعت عن الحفلات، فدائما الدنيا تمام، بس يمكن مع روتانا هي أول مرة من سنين طويلة بنكون سوا. تفاعل الجمهور الخليجي مع عبادي وأصالة والشامي عكس هو الآخر لوحة فنية امتزجت فيها الألوان السعودية والسورية والعراقية. ماجد الفاسي، العربية.